في حلم بحلمه يعني حلمانه شي 4 5 مرات، مو اكثر من هيك، بيجي كل فتره ومالي لسه ما لي قايله لحدا يعني، ما لانه يعني انه لما احلم في بنسى انه لازم اخبره لحدا يعني. بحلم حالي فجاه انه يعني بنوجد بمحل بيكون مو واضح ابدا المحل شو هو، بيكون تقريبا كله بيكون عتمه، ما لح بالغ فيه بس بشوف يعني تقريبا بشوف كل العالم اللي شفتها، يعني بحس حالي اني عم شوف وجوه العالم كلها اللي شفتها مرقوا بكل حياتي يعني. طبعا العالم بيكون بوقت الحلم بيكون عم شوفهم اكثر شيء يعني، بيكون وجوههم اوضح شيء بيكون لإلي يعني، حتى الاولاد بالمدرسه، حتى الناس بالشغل، حتى احيانا الناس اللي بيكون مارق بالطريق. انت هلا عم توصف الحلم وعم تتذكر عم الحلم، بوصف لك الحلم وعم بذكر بنفس الوقت. ايه بدك دائما. بدي انا نسيت لكم شغله، نسيت حلوه البالورين تبعك. لك انا نسيت لكم شغله، دائما بس نطلع على المسرح انا في الظروف المقترحه، انا ميشيل، انا باش محمد، في الظروف التي يقترحها الكاتب، المؤلف، المخرج، فهمت كيف؟ لأنه هذه الظروف هي التي تحدد طبيعة الفعل، امبارح حكينا فيها. يعني لذلك ما تقول أنا دائما بحلم، ما تاخذ الموقف السردي أو الموقف الذي يعبر عن وجودك خارج الحدث، وإنما ادخل مباشرة في الحدث، أنا في قلب الحدث. فهمت علي؟ عم تفهم علي؟ عم تصابه؟ أنا معروف عني إنه كتير بحدد مع الممثل، لأنه ما بحب الواحد يحكي بالمبهمات للممثل. عمل بحالي، هيدي بتعبر. راغب إنه وحيد محرق بلاتياب، بلاتياب وكلهم عم يتطلعوا فيي، لك شو هيدي كلمة كلهم كمان بكون بجوز لها أهمية، عم يتطلعوا فيي وأنا مش عارف كيف خبي حالي. أه؟ فيك فيها تكون في فرق بين مش عارف كيف خبي حالي وانا عم بحاول خبي حالي، في فرق. مش عارف كيف خبي حالي ممكن تحملها بكل حياتك، ما يعني ممكن تكون، ما راح افسر، خلينا بعدين بالاخر كمل. ردة فعلي الاولانيه بكون بدي اخبي حالي، بدي اهرب حالي، بجرب اني اتحرك، ما بقدر، بحس حالي مربط، وانا عم جرب اكون مربط فجأة يعني بفلت حالي، فجأة العالم كله بتختفي حولي، فبيجي شعور انه بدي اخبي حالي بيختفي، بيرجع انه انا عادي، انه صفيت لحالي واقف، انه بيروح بيختفي الشعور، بيروح هذا الشعور. بتطلع حولي ما بعرف شو بدي اعمل، لساتني قاعد بقرنة معتمة. بلمح حدا من بعيد جايب، يعني هي مبينه انه بنت بس وشها ملامح وشها مو مبينه معي. ايه شوف الشكل انثوي جاي، شكل انثوي جاي، بحس انه في بنت جاي بس مش واضح، مش واضح بس معالم وشها مو واضح، مش واضحه. ايه كل ما تقرب لعندي بحسها عم تقرب لعندي، بحسها عم توصل لعندي، عم تقرب، ما بحسها بعيد. ايه حسة عم تقرب كل ما تقرب لعندك بتنفر. لا انا بمحلي. ايه بس بحسها انه عم تقرب لعندي، يعني بحس انه شعور انه هي عم تقرب. ايه لعندي. فجأة بتغطيني بالشيء اللي لاففته على رقبتها. ايه بشالها، بشالها بيكون لونه ابيض، بتحط الشال علي كلياتي، بصفى انه انا شايف شيء ابيض ومالي شايف شيء حولي، يعني بينزل الشال علي من راسي لتحت، بتغطيني بالشال، بتغطيني كلي بحيث انا ما اشوف حولي غير شيء ابيض، بتغطيني بشال الابيض، بتعزلني عن كل شيء، بطل شوف حدا، بطل شوف شيء، ما عاد اقدر اشوف شيء. بصير حرك راسي هيك، حرك راسي، بدي اقيم الشال من عني، اقيم الشال عن راسي، بزت الشال على الارض، بتطلع على الارض، بلاقي في بقعه دم كبيره صارت تحت حوالي مقطوعه، ولما اطلع بقعه الدم بتطلع ما بعرف حالي، يعني ما بشوف وشي على يعني في شيء بنعكس غير وشي، ما بعرف حالي. اي وبعدين مقطوعه. بدي اسالك سؤال،
تجيك شي فكرة الكفن؟ اجتك فكرة الكفن؟ لا. وقت اللي حطت عليك الشال لفتك بش الكفن الميت فيه الكفن الميت فيه اللي يعني بلفوا له اجتك شي فكرة الكفن؟ لا وقتها ما اجيت. اوكي خلص السؤال. بس هسه انا اجت معي فكرة الكفن. ما هو عم يحكي هيك اجت معي فكرة الكفن، قد لا انه ليك انتبه هو بجوز ما يفكر فيها او بجوز ما اجت وش الفكره، بس ممكن توحي هيك بس مش ضروري يعني. نرجع نعيد، ممكن بعد انه دعت اتذكر حلم بعدين ممكن اخطر بعد. لا 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 انا بهمني بالحلم. لا بالحلم لا. لا. رجع عيد. انا بقرني سوداء لوحدي مش هيك؟ رجع عيد بدنا نصيغ الجمله نرجع نعيدها ثلاث مرات كلماتها. انا موجود انا موجود بقرني كلها معتمه معتمه، ناس حوالي كثير عم تطلع علي، ناس حوالي عم تطلع فيي عم تطلع فيي. فجاه بكتشف حالي اني انا لحظة الوحيد في وجوه كثير بعرفها من الماضي ومن الحاضر، وجوه كثير حوالي بستغرب وجوه ما لها واضحه ما لها حلوه ما لها حلوه ما لها واضحه عابسه عم تطلع فيي عم تطلع فيي علي قلق. في جو من القلق سائد جو من القلق. فجأة بكتشف حالي اني انا الوحيد العريان بيناتهم بجرب اني اخبي حالي ما بقدر لانه ايدي مربطين بكتشف انه ايدي مربطين. اوكي فجأة بتختفي كل العالم من حولي بحاول فلت ما بقدر ولما اقدر اني اخبي حالي العالم كله بتختفي كلها سوا. وبشوف بنت حلوة جاية بالي شوف عن بعيد بنت جاية حلوة بنت مش مبينه مع ملامح وجهها لابسه كلها ابيض جاي لعندي جاي عم تقرب مني شوي بتغطيني بتشيل الشال عنا وبتغطيني وبتعزلني عن كل شيء حولي ما بعود شوف شيء. بتخلص من الشال وبزته على الارض بيتحول لبقع الدم بتطلع فيها ما بتعرف على وجهي. عيدوا شفت كيف هالصياغة اللي بدك تحكيه؟ بدك تكون مهذب الكلام مش بس انت بدك تختاره. جرب. بلاقي حالي بمكان انا موجود بمكان ايه انا انا موجود بمكان كله عتمة بشوف عالم كله حوالي وجوهها كلها فيها 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 قلق فيها وجوه ما لها واضحة وجوه ما لها واضحة وسيطر علي القلق. الجو كله بيكون مو مريح موتر الجو موتر. فجأة بحس بكتشف حالي أنه أنا الوحيد العريان بين كل هالعالم اللي عم تطلع فيني. بجرب خبي حالي ما بقدر لأني مربط. وفجأة لما أفلت بدي أخبي حالي العالم كله بتختفي من حوالي. بتطلع حوالي ما بلاقي حدا. فجأة بشوف بنت لابسة أبيض جاي لعندي بتقرب مني بتغطيني بالشال الأبيض تبعها بتخبيني عن كل شيء حوالي. بجرب قيم الشال بزته على الأرض بتطلع على الأرض بلاقي بتحول الشال لبقع دم كبيرة بتطلع على حالي ما بعرف حالي. أجا عيده بصياغة أنظف. ما عم تنظف. أنا موجود بمكان كثير عتمة عالم كلها محاوطتني وجوهها ما لهم حلوة أبدا عم بيطلعوا فيني بنظرات ما لها حلوة. بتطلع على حالي بكتشف حالي أنا الوحيد العريان بيناتهم هنا عم بيطلعوا فيني. بجرب خبي حالي بجرب أعمل أي شيء لحتى استر حالي ما بقدر لانه ايدي مربطه بحسها. فجاه بيفلتوا ايدي لحتى اخبي حالي العالم كلها حوالي بتختفي. بحس في بنت عم بتقرب مني لابسه ابيض بتقرب مني بتغطيني بالشال الابيض تبعها بتعزلني عن كل شيء حوالي. بحس حالي صرت لحالي بقيم الشال من عني بزته بالارض بتحول الشال لبقع دم كبيره بتطلع على الدم ما بعرف حالي. جاعد. أنا بمكان كله عتمة.